إن شاء الله دائما. اللي صار معنا إنه إجوا قوات الاحتلال وخلصوا فترة 21 يوم إلهم شهر. امبارح بيجوا الشرطة الجماهيرية وبطلبوا مني إني أنا أهده، بقولوا لي الوضع يعني مش مزح، بالعربي هيك بقول لي الوضع مش مزح، وهو بفكرني بمزح يعني. قلت له بدك تهد هد، بقول لي الوضع مش مزح. قلت له ولا أنا بمزح ولا بحب المزح، بدك تهد هد، وإذا في بيوت تحت بده يهد يهد، مش قلقان، هدفه إنه يهد عشان يطلعني، بس هذا اللي بيسويه مش راح يطلعني، لأني أنا بخيمة تحت الشتاء تحت الشمس موجودة بهاي الأرض، مش راح أطلع منها، لا أنا ولا أولادي، ولا بتوقع أي حدا من أهل سلوان ولا من حي البستان. أنا رفضت إني أهد بإيدي، وأنا بحكي كل شغلة بدها تضحية. التضحية هذه أنا بالنسبة إلي معطيها للشعب بالقدس كليته رسالة. أنا مش بحكي لكم حكي، أنا لو إجوا يهدوا المحل الثاني ما بدي أهدم، أو قلوبكم ما تهدموا بإيدكم. أنا حكيتها للجيش وحكيت لكل واحد إجا يفتح تمه هون، قلت له أنت بدك إيانا نشتغل عندك، أنا مشغلك هون تهد لي بمصرياتي، وعلى الكندرة بعطيك إياهم، على الكندرة اللي بوس كابل الكهرباء أنا مشغلك. قلت له اشتغل صح، فك الكهرباء صح، هد الباب صح، هد المحل صح، لأن أنت دفع لك، فاشتغل شغلك صح، وأنا راح يبلش شغلي بعديها صح. إذا هذا المحل كان فيه شغلات مش مزبوطة راح يتصلح ويبنى بشغلات مزبوطة وشغلات متطورة أكتر إن شاء الله. إن شاء الله. هو اليوم الغير طبيعي. هو اليوم الغير طبيعي الذي نعيشه في بلدة سلوان منذ احتلال مدينة القدس في عام 67 حتى اليوم، هي بداية النهاية. هم اليوم أرادوا من هدم هذه المنشأة إيصال رسالة بأن كل شيء مستباح، إلا أننا في حي البستان نتحدث ونقول أن حي البستان في وحداته السكنية التي تزيد عن 100 وحدة سكنية، في سكانه وأهله الذين يزيدون عن 1500 مواطن فلسطيني، في عائلاته التي تزيد عن 124 عائلة، هم وحدة واحدة. هدم هذه المنشأة هو رسالة وإنذار خطير للأهالي بأن الحرب الجماعية من تهجير قصري وتطهير عرقي ممكن أن تكون في أي لحظة قادمة. اليوم نحن نتعرض لجريمة اضطهاد وجريمة ضد الإنسانية. هذا الاحتلال الذي أتى اليوم بقواته المدججة وبلديته وكل الفرق التي طوقت الأحياء وعملت منها ثكنة عسكرية ومنعتنا من أهالي من وصول إلى هنا إلى حيث نحن نقف، وأيضا اعتدت على المواطنين باختلافهم، وأيضا اعتدت على الصحافة. هذا الاحتلال اليوم يريد إيصال رسالة بأن سلوان بأحيائها المهددة بالتهجير أو المهددة بالإخلاء من وادي حلوة إلى حي البستان إلى بطن الهوى إلى وادي يصول إلى عين اللوزة إلى وادي الربابة إلى وادي قدوم إلى راس العمود إلى كل أحيائها بجغرافيتها التاريخية الفلسطينية السلوانية، هي مستباحة. إلا أننا كنا من خلال هذه الإرادة التي تمثلت بداية في أخانا وأحد أهالي حي البستان نضال الذي رفع شعار لن أهدم منزلي بيدي، وإن أرادوا هدم المنزل فليأتوا ويقوموا بجريمتهم البشعة بيديهم. عزيمتنا وإرادتنا أقوى من بلدوزراتهم وجرافاتهم التي أتت وأرهبت الأطفال والنساء والآمنين والسالمين وقاموا بما قاموا عليه. كنا نتحدث
بأن القرارات في حي البستان قد دخلت إلى حيز التنفيذ. اليوم نحن نرى التنفيذ. لذلك اليوم رسالتنا لكل العالم الحر، نحن هنا أصلنا رسالة للكل بأننا صامدين ولسنا صامتين. عليكم البناء على صمودنا. نحن كنا صامدين مرارا وتكرارا منذ احتلال القدس وأهل القدس، صامدين ولم يكونوا صامتين. الخيم انطلقت من سلوان، الخيم انطلقت من حي البستان ومن بطن الهوى ومن وادي حلوة ومن وادي أصول والشيخ جراح، كل مكان في مدينة القدس خيم الفلسطينيين والمقدسيين كانت حاضرة وشاهدة فيه. لذلك اليوم نحن نطالب بالالتفاف حول قضيتنا العادلة والآمنة، نطالب بالتنفيذ القرارات الأممية والدولية. القدس محتلة حسب المواثيق الدولية، حتى اليوم القدس محتلة، إلا أنه منلاقي كل هاي الدول في دول العالم بيكون لها دور في نزاع هون وهناك، إلا في مدينة القدس بيكون وضعية السايلنت لإلهم وما بيتحدثوا وما بيكون لإلهم دور حقيقي على الأرض. إحنا اليوم بنتحدث لإلكم بلسان أكثر من 7000 فلسطيني مهددين بالتهجير القسري من أحياء مختلفة من بلدة سلوان. إشي بحجة البناء من دون ترخيص من قبل البلدية، وإشي من قبل الجمعيات الاستيطانية والاستيلاء على هذه المنازل. اليوم كان لنا وقفة وراح يكون لنا وقفة، مش راح يكون في هدم ذاتي، مش راح نهدم ذكرياتنا في ماضينا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا وأحلام وطموح أطفالنا في حي البستان وفي بلدة سلوان كلياتها. اليوم ما شاهدناه من جريمة بشعة الاحتلال قام بها بأيدي الملطخة بدماء أطفالنا وشبابنا اللي تم اعتقالهم وتم قمعهم. هم لم يكتفوا بهدم هذه المنشأة، هم أيضا قاموا باعتقال أصحاب المنشأة، قاموا بالاعتداء بالضرب على صاحب المنشأة. هذه الحياة المغمسة بالدم بتفاصيلها، باعتقال صاحب المنشأة بعد هدمها، بإصابة صاحب المنشأة بعد هدمها، بالمخاسر التي تكبدها من تكاليف مالية باهظة من خلال هذا المكان الذي كان عبارة عن مصدر قوت ورزق لأطفاله في مدينة القدس، حتى العمل لدينا هو مغمس بالدم. لذلك ما رأيناه اليوم هو القصة الحقيقية لهذا الاحتلال، وما شاهدتموه هو الوجه الحقيقي الذي يريد أن دائما يتقنع به هذا الاحتلال. ونحن اليوم معكم ومع كل منابرنا الحرة مستمرين في فضح هذه الانتهاكات الغير إنسانية على هذه الأرض. في سلوان شعارنا كان وما زال خيمة خيمة، المهم نبقى في القدس، وصامد أسلوب حياة نحو الحرية، صامد مش مجرد شعار.